مساكم الله بالخير. قبل كل عيد أنسأل من المتابعين والمتابعات عن الجلسات اللي تعطي حيوية للبشرة، تعطيها مثلا لمعة، تعطيها سوفتنس، نعومة، مو ما تكون جافة، يعني تساعد على التفتيح أحيانا، تساعد على النضارة وتحفز الكولاجين. أهم هذه الجلسات اللي أحبها بصراحة هي الدرمورولر مع الفيتامين سي، لكن ما أحب تسوونها في العيادة، أحب تسوونها دائما منزليا، لأن تكون أدوم لكم تسوونها باستمرار، وتكون اقتصادية أكثر حق أغلب الناس اللي ما يقدرون يروحون العيادة باستمرار. أنا شخصيا أسويها في العيادة، لكن أسوي جلسة واحدة فقط لعلم المرضى، لكن دائما أقول لهم كملوا في البيت. فاستخدام الدرمارولر مع الفيتامين سي من الجلسات المشهورة واللي عليها دراسات، سواء الفيتامين سي والدرمارولر، وأنصح فيها، لكن تتسوي في البيت أفضل. والحين بشرح شلون نستخدم فيتامين سي سيرم على البشرة مع الدرمارولر، سواء الحجم الكبير النص أو حجم الصغير الربع. حجم ربع وحجم نص اثنينهم نقدر نستخدمهم منزليا. بشرح طريقة الاستخدام، وطريقة الاستخدام جدا سهلة. طبعا الفيتامين سي على دراسات كثيرة انه مفيد للبشرة، يساعد على تفتيح البشرة، يحفز الكولاجين طبيعي من غير ما تاخذونه من برا، يعطي نعومة ونضارة، ويصفي البشرة انتي اكني، خاصة هذا صوديوم اسكوربيل فوسفيت يعتبر انتي اكني، وعلى دراسات في الاكاديمية الامريكية. الدرمارولر ايضا يعني فوائدها كثيرة، تساعد على امتصاص الفيتامين سي بدرجات مضاعفة جدا، يعني تزيد امتصاص الفيتامين سي وتستفيد من البشرة اكثر، ويحفز الكولاجين ويقاوم المسام ويعدل المسام. وايضا الحفر السطحية جدا لكن مو العميقة، الحفر السطحية جدا في البشرة. يعني فوائد الفيتامين سي مع الدرمارولر كثيرة. مرضاي في العيادة اللي يطلبون مني جلسات درمارولر مع الفيتامين سي يعرفون طريقتي، ما طبق عليهم الا النوعية هذه ميدي مع الرولر مالته، وطبق عليهم جلسة واحدة عشان اعلمهم الطريقة، بعدين اقول لهم طبقوه منزليا لان العلاج يكون منزلي استخدامهم. طبعا ليش استخدم ميدي بالذات؟ لي سببين. السبب الاول من حيث الجودة، اعلى جودة مرت عليه بصراحة، يعني الفيتامين سي اللي فيه هني صوديوم اسكوربيل فوسفيت على دراسات كثيرة في الأكاديمية الأمريكية، ما يتأكسد، اكثر نوع ثابت ما يتأكسد بروحه، وامتص البشرة بسهولة، وفي مزايا إضافية أن أنتي آكني يعني صف البشرة، غير التفتيح والأمور والكولاجين والتحفيز الكولاجين. وأيضا زجاجة مالته بيضة تعكس الشمس، وزجاج ما يتأكسد مع الفيتامين سي، وما يدخل الهواء، محكم الإغلاق ما يدخل فيه الهواء، فما يتأكسد بسهولة. هذا بالنسبة للفيتامين سي هذا. ومن حيث سعره بعد، لو تروحون حق يعني أي صيدلية يمكن أقل سعر تلقونه هذا الفيتامين سي، أرخص سعر في الصيدليات كفيتامين سي وعلى جودة. وبالنسبة للديرمارولر هذه، الأبر اللي فيه هني مصنوعة من مادة التيتانيوم اللي تصنع منه الساعات الثمينة. ليش مصنوع من التيتانيوم؟ لأن مادة التيتانيوم أو معدن التيتانيوم ما ينثني بسهولة، لأن في أنواع ثانية الأبر ما تكون حادة لأن ستيل، فمع الوقت تنثني. أما هذا دائما يكون حاد وما ينثني، فما يضر البشرة. الستيل ممكن ينثني ويضر البشرة، أما التيتانيوم ما يضر البشرة. وعدد الأبر اللي فيه 192 إبرة. طبعا لما تشيكون عليه في الدراسات في الأكاديمية الأمريكية، تسوت على التيتانيوم 192 إبرة كفوائد. تعرفون فوائد الدرمارولر كثيرة، فكجودة حيل عالية، كسعر يعني يعتبر أفريج، يعني ما يعتبر أرخص شيء لأنه مصنوع من التيتانيوم، التيتانيوم معدن غالي. الحين بشرح طريقة استخدام درمارولر سواء حجم نص أو حجم ربع، حجم كبير حجم صغير، مع الفيتامين سي. طبعا من أكثر التعليقات المرة اللي فاتت لما صورتهم حطيتهم قلت لكم جاهزوا حق الموضوع، يقولون نتكلم عن شغلات مو موجوده، مو متوفره في الصيدليات. قبل ما اتكلم عن هذا الموضوع شيكت وين موجودين. بالكويت في صيدليات رويال، وفي السعوديه في صيدليات ادم، وفي الامارات في صيدليات ميد 7. طريقه الاستخدام حيل سهله. نستخدم اول شيء الديرمارولر، بعد مباشره نحط السيرم. اذا كان مكتوب هني رقم ربع نستخدمه يوم ترك، وإذا كان رقم نص يعني أكبر حجم إبر أكبر نستخدمه مرة في الأسبوع فقط. الخطوة الأولى ننظف الوجه كافي بالصابون والماء. الخطوة الثانية ننظف الديرمارولر كافي بالماء وديتول أو ماء وسانيتايزر، بعدين نطبق. طبعا التطبيق مثل ما أنتم شايفين مكتوب هنا، التطبيق نسوي مثل الأسهم هذه، بعدين تنتهي بنجمة، فنسوي كذي مثلا الجب، مثلا الخد نسوي كذي إكس مثل ما هو، بعدين زائد X زائد X زائد، فيطلع عندنا مثل النجمة، فنسوي كذي كذي كذي، بعدين زائد X زائد X على الأنف، بعد زائد X تحت العين، نمرر مجرد تمرير فقط كذي، بس تحت العين، كون جنتل.
فقط تحت العين نكون جنتل، أما المناطق الثانية نقدر نضغط عادي بضغط قوي، حتى لو طلع نقط مثلا دم ما يضر، بالعكس زين. طبعا ما يسوي فتحات في البشرة، لا تحاتون، بالعكس مفيد لفتحات البشرة اللي هي المسام، يعتبر من العلاجات المعتمدة للمسام. طبعا نستخدم تحت كذي، نستخدم على الجبهة خاصة، نركزوا على الجبهة والخدين، ونقدر نستخدم على الرقبة بعد. أوكي، فما نكون جنتل، نضغط بقوة، سواء كان ربع ونص نضغط بقوة، إلا تحت العينين نكون جنتل على الخفيف، بس تحت العينين. بعدين نستخدم ماي مع شوية سنيتايزر، حط شوية فقط. أوكي، بعدين نعقمها، بعدين نشطفها بالماي شطف عدل، ونشفها ونحطها بالكنتينر عشان نستخدمها معقمة المرة الجاية. بالنسبة للسيرم نستخدمها مرة إلى مرتين في اليوم، نقدر نستخدمها بالنهار، نقدر نستخدمها بالليل. طبعا ما يفتح معانا كذي، وهذه ميزة إنه ما يدش فيه الهواء، فلازم نفرط كذي، بعدين يطلع معانا كذي لون أبيض، فناخذ كمية منه ونحطها على البشرة، ينحط تحت العين لأن فيها هيالورونيك أسيد، فمفيد تحت العين حوالين الفم والوجه بالكامل مرة إلى مرتين، ما يتعارض مع الشمس، تقدرون تحطونه أيضا بالليل، وإذا بالليل يفضل مع استخدام الديرما رولر. طبعا آمن الحامل المرضع، نقدر نستخدمه مع الدفرن مع الأكريتمايزر، لأن فيه هيالورونيك أسيد فيخلي البشرة تقاوم أو تتحمل التقشير بسهولة. فهذه طريقته، نستخدمها مرة إلى مرتين باليوم.